اخوي احنا كنا بالوايليه وكلتنا بالوايليه تقريبا 200-300 سياره بالوايليه. جاء الضابط سوى علينا حجز، لا فوتنا على سايلو ولا فوتنا شيء، وشغله بينه وبين التجار. هاي شغلته ما حاسمه، يعني يريد شغلات طار السواق ما لهم كل ذنب السيارات. وهاي الشغله صارت، وهسه كاتب اساميتنا بالسايلو ما يفوتن السيارات. ما استلموا الحنطه، ما شوف يجوز ما تراهمه هو والتجار على هاي الحسبه. احنا السيارات اللي عندنا شيء خلي يفوتنا يحجز الحمل. من الدراسه محملين ومحملين ناس من الصناعه القديمه حمل يعني حنطه وما له دور. ايه لا سووا فحص ولا شيء. هو صارت براس السائق، السائق شنو ذنبه؟ هاي صار لنا تقريبا 15 يوم. ما فرغنا رجعنا فرغنا بغير سيارات، والسيارات راحت على السايلو تراهموا ويا غير تجار. احنا 263 سيارة 63 سيارة وقفنا قبل ما انفتح السايلو تقريبا باربع ايام خمسة. انا من الناس محمل من الدراسة، وهاي الخطة مالي الفلاح يحق له ينزل بهذا السايلو كذا طن، 1000 طن، 200 طن، 3000 طن، وهاي الخطه ماله. واقفين جاء الرجال خذ سامينا وارقام سياراتنا واصبر. يابا شنو السالفه؟ قال اخويا انتم شكوى عليكم من المنطقه، يقولون محملين من غير مكان، من اليابسات او غير مكان. قلت له اخويا المنطقه اذا تشتكي بالنسبه لها تحاسب او بالكتاب والتاجر الحمل من غير الدراسة، وإذا تقولون ناس محملين من باقي من العام أول العام حنطة خايسة، هذا شغل فحص ومختبرات، أكو لجنة وأكو عمال هناك وأكو مهندسين وكل شيء أكو. إحنا بالنسبة لنا لا أخذوا منا عينة ولا فتحوا شادر ولا يمين ولا يسار، قالوا انتم ترجعون وبالنسبه لنا اسامينا وارقام السيارات كلها تعممت، لا نطلع خارج محافظه نينوى ولا نفرق باي سايلو من سلوات نينوى مد السنه. والتجار جينا احنا صارنا ثلاث ايام اربعه، فرقوا السيارات قسم منهن حملوهن ورجعت على نفس المكان، وما حد وقع بيها غير اني وامثال السواق الماخذه عرباين ايجار. اكو ناس ماخذه سيارات على المده، اكو سيارات اربع خمس اطفال برقابهم 10 اطفال، يعني هذا كلهم يناشدنا القياده العامه مال امن الوطني. البارحه انا خابرت ناس هناك بنفس القياده، قالوا اخوي احنا ما لنا علم، وبنفسي انا خابرت زهير العرجي اول البارحه، قال اخوي انا ما لي علم، وسياده المحافظ اندل قبل تقريبا ثلاث ساعات من اندل، واكو شهود ومسؤول عن كلامي، قال اندل المحافظ وسع مجتمع، عاد احنا نرجع من سياده المحافظ من الجهازات الامنيه اذا شكوى من المنطقه يحاسبون اهل الكتب، وهذا الكتاب معنون الحمدانيه. احنا على باب الله يحاسبون الفلاح، نحن الفلاح ما يحاسب ابو السياره، هذا اول شيء. ثاني شيء هذول كلهم على باب الله، اسع يفرق من سيارتي راح يدور بغير سياره، راح يروح يفرق، ومنو منظر نحن مضرورين بها الشغله. اذا حنطه مسممه فاكو مختبر، هو ليش هم يقدرون على هاي الناس الفقره؟ زين احنا سواق، خلي يجي على التجار على اليابسات، خلي يفحص الحنطه، اني سايق، ناس تعبانه، اهل الموصل تعبانين، شغله تعبانه، هو جاي علينا قبل دقنا منع وداور ورجع، زين انت تعال على التاجر، اني سايق، اني شنو ذنبي؟ تمنعني لمده سنه، اني السنه كلها اشتغل استندر الموسم، احنا السواق. يجي الموسم هم يمنعني لا فتت مختبر ولا سايلو، ولا شفنا اي مسؤول ناجدهم، وخلي يجي المحافظ خلي يجي يشوف، خلي يشوف هاي وضعيه مال الموصل، وضعيه تحت الانقاذ. كيف قال ثانويتك وجنسيتك، حطينا الثانويه والجنسيه. ورا يومين قام يدخلون سيارات، احنا بالبدايه قام يروح من ورا السيارات يجيب سيارات ويدخل للسايلو. يا بشين ذنبنا احنا؟ ليه احنا مو لازمين سياره؟ ثاني يوم طلع علينا قال عيني ذن سنواتكم وذن جناسيكم
انتم عليكم مني ما تطبون تفرغون. اليابا شنو السبب؟ قال حنطتكم مال العام. انا محمد من الحاسوده، العام وين يشتغل؟ لا طببها للفحص، لا طببها للمختبر.